أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل لابد من تخصيص ثياب جديدة لصلاة الجمعة؟ وهل ورد شيء في ذلك؟ لا مانع، أو ينبغي أنه تكون ثيابه نظيفة أو منظفة أو جديدة لصلاة الجمعة، وإذا ادخر لها ثيابا وخصصها هذا شيء طيب. ثياب للجمعة للعيدين كان صلى الله عليه وسلم يجعل عنده حلة يلبسها للوفود ويلبسها للعيد والجمعة. نعم.